يبدو أن ظاهرة تفاوت الأسعار التي تضرب محل بيع المواد الغذائية والأسواق بأنواعها لا تزال تبحث عن حلول مناسبة تقضي عليها وتوحد أسعارها بعد أن أنهك ذلك التفاوت السعري جيوب المستهلكين. ورغم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود أسواقنا المحلية والرقابة المباشرة التي تقوم بها الجهات المختصة، إلى أن كل ذلك يصطدم بجشع التجار الذين يعبثون بالأسعار كما يشاءون، ليصل التفاوت في سعر بعض المنتجات إلى أكثر من 30% ما بين محل وآخر، في حين يرتفع الهامش كثيرا في بعض الأسواق بالمناطق النائية التي تغرد بدورها خارج السرب وتضاعف أسعار ما تبيعه للمشترين الذين اضطرتهم الظروف للشراء منها. التفاوت في الأسعار أصبح سمة تميز أغلبية المحال، وخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية ومستلزمات المنازل، بل إن الأغلبية العظمى من تلك المحال لديها تلاعب في الأسعار، ما يدفع الجهات المعنية إلى التأكيد على ضرورة الدعوة إلى فرض مزيد من الرقابة على الأسعار والتعامل بنوع من الحسم مع أصحاب تلك المحال التي تتلاعب بالأسعار، وذلك لحماية المستهلك من مثل هذه الممارسات التي أفرغت جيوبه وجعلته في حيرة من أمره. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات والفاكهة، وعلى سبيل المثال البطاطس والطماطم، والتي تجاوزت أسعارها 15 جنيها، وفسر خبراء أن السبب في الزيادة هو حجم الإنتاج وآليات العرض والطلب، فهي محكومة كأنها بورصة، فكلما ارتفع الطلب وتراجع الإنتاج زاد السعر، والعكس صحيح. وقد يستغل بعض الوسطاء الظروف ويقومون برفع الأسعار مع حدوث أي أزمة في نقص إنتاج السلع، لكن هذا يمكن مواجهته من خلال زيادة عدد منافذ البيع التابعة للحكومة ممثلة في وزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية في المناطق الشعبية حتى نسد الطريق على جشع التجار. ويبقى السؤال، هل تستطيع الجهات الرقابية الحد من تفاوت الأسعار وارتفاع بعضها دون مبرر؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.